بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي MVP مايكروسوفت وتقليدي في البرمجة. نواصل في دورة السي شارب من الصفر، الدرس 13. سنتعلم اليوم التعامل مع الدات تايم أو التواريخ، وأيضا القيم المنطقية بول. نبدأ بالتواريخ دات تايم. لإنشاء متغيرة من نوع تاريخ يعني دات تايم، نكتب تاريخ والوقت، يعني لذلك نسميها دات تايم، يعني هناك التاريخ والوقت. نكتب مثلا متغيرة اسمها ماي دات رقم 1 يساوي إلى نيو، طبعا لإنشاء أوبجكت من يعني نستعمل كلمة نيو. سنستعمل يعني في الأوبي، في درس الأوبي ستعرفون ما معنى نيو بالتحديد يعني. فنعمل نيو دات تايم أو دات time. عندما نعمل new dot time سنمرر له، هنا ستكون نيل لكن سأمرر له تاريخ، فأكتب السنة، الشهر، واليوم 12. أوكي، نستطيع إضافة أيضا الـ uptime يعني الساعة. سنعرض هذه النتيجة console brightenan و نلاحظ أنه سيعطيني الوقت من يعني صفر من المفروض يعني. فكما تلاحظون أنشأ لي هذا الأوبجكت من نوع دات. إذا كما لاحظتم هنا هي دات، استطعت يعني إعطائه مجموعة من الإنت بشكل يعني بالتوب يعني، فأعطاني دات. أوكي، الآن نستطيع استخراج الوقت للتاريخ الحالي يعني تاريخ النظام. فنكتب متغيرة أخرى، مثلا هنا نكتب 2 يساوي إلى ماذا؟ that time now. now معناها أعطيني التاريخ والوقت الحالي الموجود يعني الموجود في النظام، في النظام الكليونت يعني أين نفذت التطبيق. فنستطيع عرض النتيجة، وهذه النتيجة، إذا التاريخ الحالي. أوكي، نستطيع أيضا استخراج التاريخ الحالي بطريقة أخرى، فنكتب today. الفرق فقط هو الساعة أو التوقيت. ننفذ، وكما تلاحظون أعطاني استخرج فقط التاريخ ولم يستخرج التايم. جيد، إذا الآن تعلمنا كيف ننشئ variable أو متغيرة من نوع دات تايم وإعطائها القيمة الحالية لتاريخ ووقت النظام، يعني نظام الاكسبلوتاسيون يعني نظام تشغيل الجهاز. اوكي، نستطيع استخراج ايضا من هذا الدات كل من اليير، اذا الساعة، الوقت، يعني كل شيء نستطيع استخراجه بواسطة نقطة، يعني نكتب نقطة هكذا فنتحصل على المونث وأيضا day. وكما تلاحظون استطعنا استخراج هذه البيانات أو تقسيم الدات تايم إلى قطعة صغيرة يعني إعادة تقسيمها. نستطيع أيضا hour time يعني second إلى آخره. هذا عن استخراج يعني أيام الأسبوع أو أيام الوقت و يعني السنة، الشهر، اليوم. أوكي، نستطيع استخراج الوقت بنفس الطريقة أيضا hour هكذا إلى آخره. أوكي، نستطيع تحويل، الآن نريد تحويل that time إلى ماذا؟ إلى string. مثلا نكتب string my str that تساوي إلى to string. طبعا تو سترينج ستحول لي التاريخ الى
من تاريخ، من متغيرة تاريخ إلى سترينج، إلى متغيرة من نوع سترينج. لكن أستطيع أيضا التحديد شكل، لأن هذا الشكل الافتراضي سنعرض هذا الشكل الافتراضي بدون وضعه في متغيرة، سنكتبه هكذا، سنعرضه مباشرة هنا. إذن سأضع كومنت ل كل هذا، سنضع هكذا ونرى النتيجة الآن. إذن هي بالشكل التالي 12 12 21. نستطيع الآن التغيير، فنكتب ابدأ، أريد فقط التاريخ، مثلا السنة تكون عبارة عن من حرف، من رقمين، فأكتب year year ثم month month ثم ماذا day 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 day. فأستطيع تحويل طريقة كتابة التاريخ مثل ما أريده أنا. وهذه الكتابة التي كتبتها هنا، هناك الكثير والعديد، وموجودة في الموقع الرسمي لميكروسوفت، ونجد كل الطرق الممكنة لتحويل كتابة التاريخ عن طريق الكلتشر. هناك كل شيء يعني تجدونه في الموقع الرسمي هنا في طريقة كتابة تحويل الدات تايم إلى سترينج بالطريقة التي نريدها. الكلتشر سأعطيكم رابطة الموقع الرسمي. إذا لإنشاء كلتشر، يعني لإنشاء كلتشر، نكتب إذا فار مثلا، أريد إنشاء فرانس مثلا اف ار اف ار، دائما حروف صغيرة ثم كبيرة، يعني هذا متغير، نستطيع كتابة ما نريد، لكن سأريكم كيف نكتب. فنيو، دائما نيو لأننا اوبجكت كلتشر. كلتشر لا يتعرف عليه لأنه موجود في نيم سبيس معين، سنعرفه كلتشر أنفو ونعطيه الأنف. الكلتشر هو سيستم جلوباليزاسي كما تلاحظون هنا، سيستم جلوباليزاسيون، ويعطيني كلتشر، يطلب مني طريقة كتابة أو نوع هذا الكلتشر الذي سأنشئه، سأقول له فرنسي، يعني اف ار FR بينهما شلطة صغيرة. أوكي، تجدون كل هذا كما قلت في الموقع هنا FR FR، فيعطيني التاريخ المفروض بالشكل هذا. إذا الآن بعدما تحصلت على الكلتشر، أستطيع تحويل التاريخ الذي أنشأته اللي هو دات تايم هذا عن طريق بارس مثلا، that time بارس، يطلب مني يعني ما هو الذي الداتا التي ستحولها، وما هو الكلتشر الذي سأقوم بتحويله، يعني أي كيفية نوع، يعني نوع طريقة التحويل ما هي. فأكتب هكذا إذا بارس هذه الفقرة. تطلب سترينج أظن. أوكي. نعرض هذه النتيجة. وكما تحولت يعني حسب الطريقة الفرنسية، والطريقة الفرنسية يقول لي يكون اليوم السنة أشهر السنة. لو حولنا إلى طريقة أخرى إنجليزية مثلا، إنجليش أي،
لم يتغير. ماذا؟ أريد شكل آخر للكتابة أخرى. سنغير مثلا هذه إلى مثلا 21 12 20. سنرى الكتابة الآن، غيرها إلى 20 12 21، يعني غير طريقة كتابة التاريخ. هذا عن التاريخ. إذا قلت كل هذه الأمور تجدونها هنا. ماذا؟ نتكلم عن شيء معين. كي شورت شورت ولونج هي ايضا تو سترينج، يعني عندما نعمل دات، عندي دات هنا تو سترينج تو شورت، هناك شورت وهناك لونج. تو لونج مثلا تو لونج سترينج. سنعرض هذه النتيجة. كما تلاحظون يحول لي التاريخ من أرقام إلى كتابة، يعني كتابة التاريخ الإجمالية، ديمارش ديسمبر إلى آخره، إلى يعني كلمة، إلى جملة. فهذه لونج وهناك أيضا شورت. هذا كل شيء في دات تايم، يعني هناك كثير من الأمور تكتشفونها لوحدكم يعني عند البرمجة، لكن هذه الأشياء الضرورية التي نحتاجها، خاصة دات تايم ناو نحتاجها بكثرة. تو سترينج تو لونج ممكن تو سترينج هي يعني نستعمل هذه بكثره، تو سترينج مع الفورما التي نريد، مع الكلتشر يعني هنا ايضا. هنا وضعت الكود عندما انشا. نعم هذه ايضا نحتاج هذه الطريقه يعني لتحويل التاريخ حسب يعني نظام معين الى اخره. نرجع إلى البول. البول هو عفوا هي إنشاء قيمة حقيقية منطقية. عفوا المنطقية معناه إذا كان هذا يساوي هذا مثلا أعطيني true. فنكتب مثلا إذا كان عندي my variable my بول يساوي إلى، إذا كان واحد يساوي إلى واحد سنكتب هنا قيمة منطقية. يعني هنا نكتب طريقة كتابة منطقية كما تلاحظون هنا، يعني يساوي يساوي، ليس هناك فرق ما بين الإسناد والتجربة، هل هذا يساوي إلى هذا. هنا أريد أن يعطيني نتيجة فأكتب يساوي رمز واحد. أما إذا أريد تجربة هل هذا يساوي إلى هذا، فهنا سأكرر كلمة يساوي أو رمز اليساوي. كونسول مثلا بوية وترو. نستطيع أيضا إذا كان هذا يساوي هذا أور هذا يساوي هذا، كيف نكتب أو اثنين يساوي إلى اثنين مثلا. فالأور تكون عن طريق هكذا بار بار، هذا معناه or، فدائما true لأن الواحد دائما يساوي إلى الواحد واثنين يساوي إلى اثنين. نستطيع عمل and عندما يكون عندي شرطين، أعمل بهذا الرمز and فتكون عندي true هذا وهذا. وأنا بالطبيعة إذا كنت هنا اثنين يساوي ثلاثة لا يساوي ثلاثة فيعطيني false، واحد صح يساوي الواحد لكن أند قلت له أند و